في الدين ولا دين في السياسة. اسألوا التاريخ عن عبد الناصر. السادات أين هم الآن؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مشاهدينا، على الرغم من القصف الإعلامي والاتهامات التي ظلت وما زالت تطارد حركة حماس طيلة الفترة الماضية، وعلى الرغم من العقبات التي واجهتها في السياسة، إلا أن الحركة التي أسسها الشيخ أحمد ياسين منتصف الثمانينيات إبان الانتفاضة الفلسطينية استطاعت أن تتجاوز عقبات السياسة عبر المصالحة. وفي العدوان الأخير على غزة تقف الحركة ومعها بقية فصائل المقاومة صامدة لتؤكد أن تجاربها السابقة في العمل العسكري لم تزدها إلا قوة بحسب كثير من المراقبين. والسؤال، كيف استطاعت الحركة أن تجمع بين السياسة والمقاومة في آن واحد؟ وهل تشكل السياسة عبئا على مشروع المقاومة لدى الحركة؟ ولماذا تبدو حماس متماسكة من الداخل على عكس الكثير أو بعض الحركات الإسلامية التي ترهقها الخلافات؟ هل هي قوة التنظيم أم التربية أم الأفكار أم مواجهة العدو؟ وهل ستتمكن حركة حماس من العبور من رصاص هذه الحرب دون أن تصاب في مقتل؟ هذه الأسئلة وغيرها هي محور هذا النقاش من هذه الحلقة في سياسة في دين، مع الأستاذ محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس. أهلا بك معنا أستاذ نزال. أهلا وسهلا. حقيقة قبل أن ندخل في تفاصيل هذا النقاش، دعنا نقف على مستجدات الأوضاع ونحن في اليوم 19 للعدوان الإسرائيلي على غزة. هناك طرح دبلوماسي في باريس، وهناك أيضا إيقاف أو هدنة من طرف واحد من قبل إسرائيل أعلنت عنها منذ قليل لمدة يوم. أين أنتم من كل هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، لابد من الترحم على شهدائنا الأبرار في فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة، والشفاء التام والعاجل إن شاء الله لجرحانا. فيما يتعلق بالحراك السياسي الذي يجري في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، العنوان هو التهدئة، وقف إطلاق النار. فيما يتعلق بحركة حماس، أوضحت وبشكل جلي لكل الأطراف التي اتصلت بنا، الأطراف الصديقة والأطراف غير الصديقة إنجاز التعبير، قلنا لهم بوضوح أننا نريد وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ونحن لا نمانع في وقف إطلاق النار، ولكننا في ذات الوقت نريد ضمانات أن لا يتكرر هذا العدوان. نريد أيضا رفع الحصار عن قطاع غزة، لأننا لا نفرق بين آلة القتل السريعة وآلة القتل البطيئة. منذ أن نشأ العدوان الأخير نحن أمام آلة قتل سريعة تستخدم فيها الطائرات والراجمات والدبابات وكل أنواع الأسلحة الحديثة، فهناك قتل سريع، ولكن هناك قتل بطيء منذ حوالي 8 أعوام بالنسبة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. فنحن نريد وقف آلة القتل البطيء وهي الحصار الذي يفرض على قطاع غزة. من المؤسف أنه حتى هذه اللحظة هناك مماطلات من قبل الإسرائيليين، هناك حالة عجز من المجتمع الدولي والقوى الإقليمية من ردع الإسرائيليين ووقفهم عند حدهم، وبالتالي نستطيع أن نقول أنه حتى هذه اللحظة لم نصل إلى أي اتفاقيات سياسية يمكن أن تؤدي إلى وقف شامل للحرب. لماذا رفضتم هدنة ال4 ساعات ثم هدنة اليوم من قبل إسرائيل؟ فيما يتعلق بالتهدئة، كان مطروحا 12 ساعة وافقتم عليه. تفاجأنا أن الإسرائيليين أعلنوها 4 ساعات. 4 ساعات فقط ولا 4 ساعات بعد كان 12 ساعة؟ لا 4 ساعات فقط. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الآن مجلس الوزراء الإسرائيلي قبل قليل أعلن عن 24 ساعة. صحيح. نحن من حيث المبدأ لسنا ضد التهدئة الإنسانية، لأن التهدئة الإنسانية أساسا اسمها تهدئة إنسانية، تراعي الإنسان أيا كان هذا الإنسان، ونحن معنيون بالإنسان الفلسطيني الذي ندافع عنه، ومن هنا نحن ليس لدينا أي مشكلة في هذه التهدئات الإنسانية. والإخوة الذين يقودون المقاومة في قطاع غزة
لهم الحق في التحديد التعامل مع هذه التهدئة سواء هاي التهدئة أو التهدئة أو تهدئات أخرى يمكن أن تقع، لأننا في حالة حرب، وفي الحروب عادة تكون هناك تهدئات إنسانية. ولكن في الفترة الماضية كان اللافت بالنسبة لدينا أن الحديث عن التهدئة الإنسانية هو اسمه تهدئة إنسانية، ولكن على أرض الواقع تتكلم عن مدة طويلة. يعني عادة التهدئة الإنسانية بتكون 24 ساعة، تكون 48 ساعة في أقصى الأحوال، بتكلم الناس عن 6 ساعات عن 8 ساعات عن 12 ساعة. ما زاد عن ذلك يلقي ظلالا أنه إحنا ما نتكلمش عن تهدئة. في مسألة أيضا لابد من الإشارة إليها، أن الإسرائيليين الآن في أطراف قطاع غزة، يعني هم دخلوا حدود قطاع غزة، صحيح، محتلين بعض المناطق الحدودية داخل قطاع غزة وموجودين. يفترض أنه يطلعوا الإسرائيليين، يعني أنت وكأنك تشرع وجودهم داخل قطاع غزة، فلماذا لا يخرج الإسرائيليون من قطاع غزة؟ في مسألة أيضا أخرى مطروحة في التهدئة الإنسانية، أنه من الضروري أيضا فتح المعابر، معبر كرم أبو سالم اللي من طرف الإسرائيليين، ومعبر رفح من طرف المصريين. لأنه إيش معنى التهدئة الإنسانية؟ أنك أنت بتسوي إخلاء للجرحى، بتدخل مواد طبية، مواد غذائية، مواد إغاثية. عندما يكون معبر رفح مغلق وكرم أبو سالم مغلق يعني ما هي معنى التهدئة الإنسانية؟ ولهذا أرجو أن يكون واضحا وأؤكد على هذا مرة أخرى، نحن مع تهدئة إنسانية بغض النظر الآن عن التفاصيل، 10 ساعات 12 ساعة 24 ساعة، والإخوة الذين يقاتلون وفي الميدان وقيادة الميدان معها حرية التصرف وصلاحية التصرف في هذا الموضوع. ولكن ينبغي أن يفهم أن التهدئة الإنسانية ليست استعراضا، صحيح، طيب. إنما التهدئة الإنسانية المقصود فيها إتاحة الفرصة للناس الذين يعني يقع عليهم عبء هذا الحرب، الناس البشر العاديين غير المسلحين غير المقاتلين، أن يعيشوا في فترة زمنية محددة بحالة طبيعية يستطيعون فيها تضميد جراحهم وإخلاء جرحاهم إلى آخره. سريعا، لم يأتيكم أي جديد من المؤتمر الذي عقد في فرنسا حتى هذه اللحظة؟ لا، المؤتمر الذي عقد في فرنسا هو مؤتمر ناقش الوضع، طلع بيان يعني احنا تابعناه، حتى الآن الأمور ليست مرضية، يعني لا أستطيع أن أقول أنه في شيء واضح، يعني في تقدم، لكن احنا أبلغنا كل الأطراف أننا لا نغلق باب الحل السياسي، وأي طرف بده يتحرك من أجل إيقاف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني نحن نشجعه. وهناك طرفان صديقان، دولتان صديقتان، تركيا وقطر، مشاركتان بشكل فعال، صحيح، صحيح، ويحملان وجهة النظر التي تمثلها المقاومة والشعب الفلسطيني، ونأمل أن يتمكن هذان الطرفان من تحقيق إنجاز للشعب الفلسطيني بوقف العدوان ورفع الحصار عنه إن شاء الله. اسمح لي أعبر عن حاجة، رغم أن احنا كمذيعين لا يجب أن نعبر عن بعض الأمور على الهواء، لكن أنا الحقيقة يعني زعلت بعض الشيء ما قلت طرفان صديقان قطر وتركيا ولم تتحدث عن مصر. يعني أليست مصر أيضا صديقة للشعب الفلسطيني وللمقاومة، أم أصبحت غير ذلك بالنسبة إليكم؟ شوف، بالنسبة لمصر أولا دعنا نتحدث بصراحة، إذا بنتحدث إحنا عن الدولة المصرية وعن الشعب المصري، أولا الشعب المصري يعني شعب بغالبيته هو مع القضية الفلسطينية، وكان دائما يقف مع القضية الفلسطينية، وأنا متأكد أن الأصوات النشاز التي نسمعها هي لا تعبر عن حقيقة موقف الشعب المصري، هذا واحد. فإذا نحن عندما نتحدث نقول مصر مثلا أو الموقف المصري، نحن لا نتحدث عن الشعب المصري. اثنين، هناك دولة اسمها دولة مصر، الدولة المصرية. يعني اليوم احنا الدولة المصرية دولة بغض النظر عن طبيعة النظام الحاكم فيها هي جارة لفلسطين، هذه حقيقة جغرافية، ما في حدا بيستطيع يحدد مين جاره بالجغرافيا. يعني اثنين، هناك علاقة تاريخية ومواقف تاريخية من الدولة المصرية اتجاه القضية الفلسطينية، ومصر خاضت حروب كانت مع الإسرائيليين في عام 73 وفي عام 67 وعام 56، صحيح، وبالتالي أيضا هذا لا نستطيع أن ننكره.
اليوم أيضا دعونا نتحدث بصراحة وبدون أي حساسيات، هناك واضح أن هناك إشكالية سياسية في النظرة الجديد للنظام المصري الحالي الجديد اتجاه حركة حماس. هناك مشكلة أن النظام المصري الجديد يتعامل مع حركة حماس بخلفية أنه هاي الحركة هي امتداد لجماعة الإخوان المسلمين، فهذه شكلت للأسف عقدة في هذه العلاقة. نحن قلنا وبكل وضوح دائما نحن لا نتنصل من هويتنا الإسلامية ولا هويتنا الفكرية ولا أننا خرجنا من رحم المدرسة الإخوانية الإسلامية. هذا أمر لا نتذكر له، ولكن هذا شيء وأن تكون جزءا من التنظيم شيء آخر. وأن يكون نحن جزءا من هذا التنظيم هذا شيء آخر. الأمر الآخر أنه أيضا إحنا حماس صرها أكثر من ربع قرن، وبالتالي هي أدارت علاقاتها السياسية مع كثير من الدول منفصلة عن الحساسيات الداخلية. يعني اليوم كان إلنا علاقة مع النظام المصري، النظام السوري، وكنا موجودين في سوريا صحيح. حيث كانت العلاقات مع الإخوان المسلمين في أسوأ أحوالها صحيح. وحتى أيام نظام حسني مبارك أيضا كانت العلاقات ليست إيجابية من الإخوان مع الإخوان والنظام وكانت متوترة، ومع ذلك كنا باستمرار نذهب إلى مصر. اليوم في موقف سلبي، هذا الموقف نحن نأمل أن يتم تصحيحه. أنا لا أدري، مش إحنا المؤتمر الدولي، مش إحنا دعينا الدول، يعني يعني مين اللي حدد الدول؟ أنا لا أدري. هذول الأمريكان والأوروبيين والأمم المتحدة. عدم وجود مصر في مؤتمر فرنسا يعني لا كان مستغرب للحقيقة، بدأ مستغربا للنهلة الأولى. وبالتالي حماس ما إلها علاقة في الموضوع، يعني إحنا لو كانت مصر كانت أي دولة، لا إحنا الجهة اللي داعية ولا إحنا الجهة المستضيفة، ولا إلا بالمناسبة إحنا اخترنا قطر ومين وتركيا وتركيا. وأيضا أؤكد بهذا المجال مع كل الخلافات السياسية الموجودة، القضية الفلسطينية ينبغي دائما أن تنحى جانبا. القضية الفلسطينية محل إجماع، يعني اليوم في لبنان على سبيل المثال قديش في انقسام طائفي ومذهبي وخلاف سياسي طاحن، توحدوا خلف القضية الفلسطينية، وصار في نشرات إخبارية نشرات لكل الفضائيات ساعة واحدة. أيوة هذا مثال. أنت بتروح على الأردن على سبيل المثال نفس الشيء، بتروح صحيح. على المغرب العربي. طيب فيما يخص مصر عفوا، نعم، يعني أصلا قبل أن أدخل إلى هذا اللقاء قرأت العديد من التقارير، حتى منها مثلا كان مقال للسيد تركي الفيصل ورئيس المخابرات السعودية الأسبق وغيره وغيره، يتحدث على أن حماس وكأنها تبدو تريد أن تهمش الدور المصري، وكأنها قلبت الحرب من حربها مع العدو الإسرائيلي إلى حرب مع مصر، وتريد أن تقدم الدور القطري التركي على الدور المصري. ردكم؟ يعني أولا هذا كلام يمكن أن يكون صحيحا لو إن حماس هي لبدت المعركة أو الحرب على الإسرائيليين. هناك عدوان إسرائيلي الذي بدأ الحرب هم الإسرائيليون، وبالتالي كيف يعني إحنا اخترنا إنه نقدم الدور التركي القطري؟ يعني نفترض أن الإسرائيليين يعني رفضكم للمبادرة المصرية كان جزء منها تهميش الدور المصري. لحظة لم يشعلوا الإسرائيليون هم الذين أشعلوا الحرب، هاي حقيقة هاي حقيقة لا يستطيع أن ينكرها أحد. هذا رقم واحد. رقم اثنين، اليوم أنا كشعب فلسطيني لما بقاوم ومقاومتي ضد الإسرائيليين وأثخن في الإسرائيليين وأقتلهم، هل معنى هذا أنه هذا تهميش لدور حدا؟ المسألة الثالثة أنه اليوم مثلا بنحكى انه احنا يعني مثلا الان معركتنا مع مصر، طب كيف ما احنا معلنين ان معركتنا مع الاسرائيليين؟ وبعدين عفوا احنا ما بنتكلم كلام شعارات، انا بتكلم عن السياسه عفوا. أيوة. الحرب بمعناها أيوة. انا بتكلم عن السياسه اللي انتم بتقدموا طيب. الدور القطري طيب. التركي وتهمشوا الدور طيب. المصري طيب. انا في قصه الدور بس انا احكي لك نقطه في قصه الدور، مش حماس ترى اللي بتقدر تهمش او بتقدر تزيد دور. ما في حدا في العالم بيقدر حدا يهمشه يهمش دوره، يعني اي طرف هو اللي بيقدر ايه يزيد دوره او يهمش دوره. من يريد ان يهمش دوره هو بتهمش. اليوم على سبيل المثال قطر، وبغض النظر يعني احنا موجودين في قطر، قيادة حماس موجودة في قطر، ولكن بكل وضوح بكل صراحة اليوم انا لا استطيع ان اقول انه في تطابق مع السياسة القطرية في كل شيء. في النهاية هاي دولة قطر لها سيادتها ولها سياساتها. انا ما يعنيني بالنسبة لقطر موقفها من القضية الفلسطينية. فاليوم
نحن ليست لدينا أي حساسية لا من الدور المصري ولا يمكن أن نعمل على على تهميش مصر. مصر دولة كبرى، مين حماس عشان تهمش دور مصر؟ لما كانوا بنحكى أنه حماس وقاعدة بتقتل بالجيش المصري، شفت الكلام هذا الخزعبلات والإشاعات، كنت أحكي لهم يعني معقول الجيش المصري بدها تستطيع تهزمه حركة مثل حركة حماس أو تقتله أو كذا؟ لما كانوا بيحكوا أنه حماس إجت وقطعت الفيافي والحدود عشان تيجي السجون، طب أنتوا تتكلموا عن سوبرمان يعني؟ طب كل هالحدود اللي قطعتها، طب وين الأمن؟ وين الشرطة؟ وين الجيش؟ وين كذا؟ فاليوم في حالة شيطنة لحركة حماس حقيقة، شيطنة تطال كل شيء، تطال كل شيء، وبالتالي مش يعني المطلوب دائما أي شيء أنت بتعمله في عليه كلام. أثر فيكم نفسيا أن تروا يعني الشق يعني جزء من وسائل الإعلام المصرية أو معظمها للأسف الشديد تشيطنكم بهذا الشكل، حتى وصل أن واحد يرفع النعال في وجه الغزاويين يعني بشكل ده يعني؟ شوف هذا شيء أثر فيكم. لا شوف ده أحكي لك، هذا شيء مؤسف. نعم مؤسف، لكن أنا بعتقد حقيقة وليس تقليلا من شأن ما يعني يتم فعله من هؤلاء اللي اسمح لي أحكي لك الأقزام، لكن هؤلاء يسيئون إلى أنفسهم. اليوم اللي بيرفع حذائه هذا سلوك أساسا مشين، بغض النظر أنت رفعت حذائك تجاه مين يعني. واحد اثنين، أنه يعني هاي حالة الشيطنة وحالة السب والشتم ماشي، واللي بيحكي أنه كتر خيرك نتنياهو، واللي بيقول يعني نتنياهو اضربهم اقتلهم كذا إلى آخره، هذا إنسان يسيء إلى نفسه، يسيء إلى عروبته، يسيء إلى إسلامه، أحكي لك يسيء إلى إنسانيته. اليوم في الغرب في مواقف مشرفة لناس ممكن يكونوا ملحدين، ممكن يكونوا من أديان أخرى، يهود من جنسيات أخرى، مش يعني ألا يعني يسيء إنه إحنا في إحدى المحطات الفضائية إنه في شخص مصري وفي شخص يهودي او واحدة يهودية، صحيح واحدة كانت واحدة يهودية كانت بتدافع عن الموقف الفلسطيني او بتتهم اسرائيل، وهذاك بدافع عن مين؟ عن اسرائيل. فلا شك انه هاي ظواهر مش صحيحة، وانا هون بدي احكي يعني فقط وهو عتاب حقيقة لابد ان يصل، انه يعني هل يمكن ان نفهم يعني لما بيحكوا مثلا انتوا انه انتوا ضد النظام المصري ماشي، انتوا ليش بنتقدوا الموقف الرسمي؟ يعني ماذا يمكن أن نفهم من هؤلاء اللي بيطلعوا؟ يعني هذول بيعبروا عن رأيهم مثلا؟ طب كيف في يعني هاي فضائيات في النهاية يمكن السيطرة عليك، يمكن ضبطها، يعني لا يمكن أن أفهم أنه هؤلاء بتحركوا بمعزل صحيح عن التوجيه. فمن هنا أنا عشان أنت طرحت الموضوع المصري، وأنا بعض الناس اتصلوا فيه يعني وحكوا لي أنه يعني أنت ليش بتنقد يعني في نقد للموقف، مع أنه إحنا بصراحة لا نحاول أن نجعل يعني قصتنا قصة مصر أو أي دولة أو حتى السلطة ترى اللي بنختلف معها أو حركة فتح أو كذا. إحنا الآن عندنا معركة واحدة مع الإسرائيليين، نريد أن نوجه كل الأنظار البوصلة باتجاه مين؟ باتجاه إسرائيل. أساساً هاي المعركة أحد أهم مزاياها أنه في الوقت اللي اشتعلت فيها المنطقة طائفياً ومذهبياً، والبوصلة للأسف انحرفت، والناس بدل ما تروح على فلسطين راحت باتجاهات إيه؟ أخرى. اليوم حركة حماس والمقاومة الفلسطينية قاعد بتعيد إيه؟ البوصلة، إنه بوصلتنا وين؟ فلسطين، وبوصلتنا باتجاه العدو. لهذا أنا بحكي بكل أمانة وبكل وضوح، إحنا اليوم ما عندنا حساسيات من أي دور مصري، لكن ينبغي أن يكون واضحا إنه إحنا بدنا الدور المصري تحت أي نظام. لا نقبل للدولة المصرية أن تكون وسيطا بيننا وبين الإسرائيليين. واحد، في فرق بين أن تكون مسهل يعني تقوم بتسهيل فرضا التفاوض، بتسهيل التواصل، ولكن ليس وسيطا. فما بالك إذا بدك تبدو كأنك منحاز؟ يعني انتم شايفين يعني عشان بس يفهم الامر في سياقه صحيح، انتم مش عايزين الدور المصري وسيط، انتم عايزينه اكبر من الوسيط ومنحاز للمقاومه طبعاً وللشعب الفلسطيني طبعاً. عشان يكون مفهوم. وبعدين عفوا حتى لو في عندك اي ملاحظات، هذا العدوان البشع اليوم شفتوا المجازر، الجزيره عرضت المجازر في الشجاعيه وفي غزاعه وفي المناطق الفلسطينيه،
هذه مين بقبل فيها؟ اليوم اطلع على المظاهرات اللي بتصير بباريس، اطلع على المظاهرات صارت بشيكاغو في امريكا، اطلع موقف البرازيل، موقف بوليفيا، موقف الاكوادور. هل يعقل البرازيل سحبت سفيرها والاكوادور سحبت نعم سفيرها؟ هل يعقل ان موقف مثلا الاكوادور وبوليفيا يكون احسن من موقف الدول العربيه؟ هل يعني انا مثلا لا اقبل انه اي مسؤول عربي سواء كان حالي او 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 سابق انه يجي يكتب مقال او يصدر موقف يحمل فيه الفلسطينيين مسؤوليه ما جرى او حماس؟ نعم الفلسطينيين عموما وحماس طبعا، وانه يصير في مساواه بين الضحيه والجلاد. ما هي في مراتب، في ناس مساوا بين الضحيه والجلاد وفي ناس لا بيحملون المسؤوليه. ده صحيح. نعم صحيح، فهذا ينبغي ان يكون واضحا. طب يعني هي نقطه اخيره حتى ننتقل لحماس طبعا. ومن الداخل انا اريد بعض التقارير سواء عن دبكة او يو اس توداي الامريكيه النهارده بتتحدث على ان في محور ما في المنطقه العربيه هو من يدير الحرب على غزه ويعاون اسرائيل على ذلك. لن اسمي الدول التي جاءت في هذا التقرير دوله خارجيه، وهو اشار ايضا الى مصر، هم من يديرون الحرب على اسرائيل، الحرب مع اسرائيل على غزه. هل ترى ان ذلك مبالغه لتشويه بعض الدول العربيه وبعض الانظمه العربيه، ام ترى في اي سياق، ام هي صحيحه مثلا وصلتكم معلومات في بهذا الصدد سيد نزار؟ انا اطلعت على هذه التقارير، وبمناسبه التقارير ليست جديده، يعني منذ ان بدات الحرب هناك تقارير متعدده حول هذا الموضوع. انا برايي انه يحتاج الامر الى موقف من الدول المتهمه. يعني اليوم مثلا لما تيجي موقع دبكه وهو موقع مشهور، موقع اسرائيلي، ايوه موقع اسرائيلي، واليو اس توداي تيجي بتحكي مثلا انه في دول عربيه مشاركه في الحرب على حركه حماس او على الشعب الفلسطيني او على قطاع غزه، انا اعتقد يقتضي هذا الامر ان يكون هناك موقف رسمي من الدول التي تم اتهامها. طبعا ما بيجوز السكوت. اليوم مثلا الصحافه الاسرائيليه نفسها هي اللي حكت انه رئيس جهاز المخابرات العام المصريه كان قبيل الحرب واجا نسق الحرب مع الاسرائيليين. طيب بكل بساطه بكل وضوح بتطلع وزاره الخارجيه، بيطلع رئيس جهاز المخابرات العامة بيحكي انه هذا كلام كذب وهذا هدفه ايه؟ التصيد بالمياه العكرة. اليوم مثلا في الورقة المصرية ذكرت الصحافة الاسرائيلية انه هاي تمت صياغتها عند الاسرائيليين وتم ارسالها مثلا مع توني بلير. ماشي، ذكرتها الصحافة الاسرائيلية وغيرها. صحيح. بيطلعوا مثلا المصر بتقول مش صحيح، هاي مبادرة مصرية وما في لهم علاقة الاسرائيليين فيها وكذا. حقيقة السكوت هذا بيزيد الامور ايه؟ غموضا، خصوصا لما يكون في مواقف ملتبسه او في مواقف سيئه. لهذا المطلوب صحيح نحن لا نستطيع ان نلاحق كل ما ينشر، يعني اليوم انت ما تستطيع كل شيء ينشر. الصحفي مثلا على سبيل المثال الاعلام المصري امبارح واليوم وكذا بتكلم مثلا انه قائد حماس هذول مليارديتية مثلا هي عنده 5 مليار، واحد عنده 5 مليار وواحد عنده 4 مليار وواحد 3 مليار وهيك يعني. ما اظن كان غزه صار وضعها كويس، يعني كان ما فيش، ما طلبناش برفع الحصار. انتم ما عندكمش المليارات دي، ما عندكش انت مليارات، احنا عندنا مليارات ملاليم. المهم فبالتالي حقيقه حركه حماس ما في داعي ترد. ليش؟ لانه عفوا هاي اكاذيب اساسا الناس بس تقراها بتصير تضحك عليها. فانا لا استطيع ان الاحق كل شيء، لكنه في قضايا مثلا ما بستطيع اسكت عنها. عندما يقال فرضا انه في فرضا عمليه عسكريه صارت في مصر وهي وراها حماس وكذا، بتطلع حماس تقول لا هذا مش صحيح وانا ما لي علاقه والى اخره وكذا. ليس كل شيء يتم نفيه لانه لا تستطيع، بتصير بس انت مهمتك النفي. لكنه ايضا هناك قضايا لا يجوز ايه السكوت عنها، خصوصا عندما يرشح معلومات عن انه هاي معلومات ممكن تكون يعني لها مصداقيه ما الى اخره. لهذا انا لا استطيع ان اوجه، يعني انت بتطالب الدول اللي تم اتهامها بمساعده اسرائيل في حربها على غزه وتغطيه نفقاتها ولابعاد حماس وادخال محمد دحلان مره اخرى الى القطاع، بتطالبها ان هي اللي ترد. صحيح. وانا بالمناسبه شفت السفير السعودي في بريطانيا الامير اظن نواف او محمد بن نواف عفوا بن عبد العزيز، طلع بيان رسمي ضد احدى الصحف البريطانيه اظن كتب ديفيد هيرست او شيء عن دور سعودي وكذا. صحيح، ديفيد هيرست كتب كلام قريب من هذا. ونفى. وهذا شيء جيد، يعني ما بيجوز، يعني عفوا السفير مهمته مش بس يقرا وبعدين ما يسويش شيء، يعني يعني كويس قصدي هذا النفي لانه بيقطع الطريق على حقيقه الصيد في المياه العكره التي تحاول بعض الدول النهائيه او بعض الجهات يعني ان تلعب بها. طيب ندخل على حماس. تفضل. على الداخل. تفضل. يعني في حالة انبهار بحماس،
وخصوصا ما رشح عن الأداء الأخير أمام العدوان الإسرائيلي. أصبح هناك سؤال يعني يلح على أذان الجميع، من هؤلاء؟ كيف تربون هؤلاء؟ يعني كيف تحولون الفرد العادي المحاصر و إلى آخره إلى جندي النخبة، هكذا تطلقون عليه، يدخل إلى قلب إسرائيل ويقتل ثم يعود. هل التربية هنا يعني تربية دينية، تربية عقدية، تربية على ماذا؟ نريد أن نستوضح ذلك. يعني فيما يتعلق بحركة حماس، حركة حماس هي حركة فلسطينية مقاومة بمرجعية إسلامية، وأنا أعتقد أننا كنا في الساحة الفلسطينية قبل 3 عقود أو 4 عقود تقريبا لدينا مشكلة. أنا لدينا فصائل مقاومة ولكنها كانت يعني تطرح المشروع الفلسطيني بدون الإسلام، بمعنى أنها سوت فك ارتباط بين الإسلام بمفهومه الحضاري وليس بمفهوم الديني يعني الفقهي، نعم، الشعائر التعبدي، لا بمفهوم الحضاري فصلت بين فلسطين والإسلام. ولهذا كان من الظواهر الموجودة أنه كان في ظواهر إلحاد، في ظواهر عداء للدين لدى بعض الفصائل طبعاً وكان وكانت النماذج للأسف ما في نموذج من تاريخنا الإسلامي مثلاً. يعني مثلاً ما في واحد بتغنى بصلاح الدين، ما في واحد بتغنى بخالد بن الوليد مثلا، ما في واحد بتغنى حتى من المعاصرين يعني بعز الدين القسام، شوف عز الدين القسام اللي كذا. كانت للأسف النماذج تكلم عن جيفارا، مع احترامي طبعا للنضال جيفارا أنا يعني ما في كلام عن ماركس، عن لينين، عن هيك يعني شخصيات فكرية ثقافية إلى آخره، وبغض النظر عن نضالات هاي الشخصيات بغض النظر وهي تحترم للحقيقة. أيوة. لكنه فكان هاي مشكلة بصراحة، مشكلة موجودة. في المقابل كانت تنشأ قوة إسلامية بتطرح المفهوم الإسلامي الحضاري بدون فلسطين، إنه هي تعتقد إنه إحنا لازم نتكلم عن مفهوم الحضاري الإسلامي وإحنا قوة إسلامية وموضوع إسلام أكبر من إنه إحنا إيه نتكلم عن فلسطين. أنا بعتقد العبقرية تبعت حماس إنها قدمت نموذج جديد في المزج بين الإسلام وفلسطين. هل وعشان أحكي يعني أكون كمان منصف، إنه هذا ليس بس فقط حركة حماس، في حركة الجهاد الإسلامي يعني، لأنه في كان تقريبا يعني تقارب أو تزامن أو إلى آخره. ده وجدته في فكر وفلسفة فكر الإخوان المسلمين، ولذلك خلفياتكم الفكرية هي خلفية إخوانية، أو المدرسة الفكرية التي تنتمون إليها في رؤيتكم للإسلام هي مدرسة الإخوان المسلمين. هل هذا ما وجدتموه داخل هذه المدرسة ولذلك تشبثتم بها وانطلقتم منها؟ شوف أنا بدي أحكي لك نقطة، يعني مثلا الإمام الشهيد بإذن الله حسن عبنا لما صار في عام 1948 احتلال فلسطين، كانت الحركة الشعبية الوحيدة التي أرسلت كتائب للقتال في فلسطين هي جماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي كانت هذه نظرة متقدمة. في يومها ما كان في موازين قوى، وكنت بتتكلم عن إمكانيات محدودة وإمكانيات ضعيفة. إذا كانت فلسطين بالنسبة لرؤية الإمام حسن البنا رؤية متقدمة جدا، هذا كلام في 48. حتى رؤية الإمام البنا أنا في رأيي متقدمة جدا في النظر للعروبة في وقت كثير من الإسلاميين بتحسسوا مسألة العروبة. في كلام نفيس كاتبه الإمام حسن البنا في رسائله عن الإسلام وعلاقته بالعروبة وكذا، أيضا في قصة الدوائر. وبالمناسبة جمال عبد الناصر أخذها من الإمام البنا، وهي الدوائر الثلاثة: الدائرة القطرية المحلية، الدائرة العربية، الدائرة الإسلامية. إنه الإمام البنا طرح إنه إحنا نتحرك بثلاث دوائر، وما بيصير عفوا نتكلم بتناقض، يعني ما في تناقض بين الدائرة الأولى والدائرة الثانية والدائرة، مثل المدارات الإلكترونية في الكيمياء، إنه في مدار أول في مدار ثاني جواه، وبعدين في مدار إيه ثالث، وفي النواة الصلبة. فمن هون أنا بعتقد إنه حركة حماس استفادت من التراث الفكري والمنهجي اللي وضعه حسن البنا رحمه الله، إضافة إلى الاستفادة. يعني لا أريد أن يطرح يعني الموضوع أيضا، مثلا اليوم المفاهيم الممانعة اللي وردت أيضا في فكر الشهيد بإذن الله سيد قطب،
اليوم بغض النظر انه الناس تتكلم عن سيد قطب وتكفير المجتمع لا انه هذا عفوا انه هذا رجل يعني هو خرجت الجماعات التكفيريه من رحم كتاباته او من فكره وكذا وكذا. انا برايي انه هذا يعني هذه كانت قراءات خاطئه. شباب متحمسين قرأوا المفاهيم اللي قدمها سيد قطب. اهم ما في مفاهيم برأي سيد قطب هي الصلابة، قوة الإيمان، الممانعة، فكرة الممانعة، إنك أنت تمانع الجاهلية بكل مفاهيمها سواء الجاهلية القديمة أو الجاهلية الحديثة. هلأ كل هذا المزيج أنا برأيي استفادت منه هو الذي حمس. صاغ الخلفية الفكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس. نعم. وبالتالي اليوم حركة حماس انطلقت. طبعا يعني كان الشيخ أحمد ياسين رحمه الله هو أحد المؤسسين بالتأكيد، وكان معاه ثلة من الإخوة، وإضافة إلى أنه أيضا تزامن مع ذلك أنه الشق الموجود برا فلسطين أيضا يعني صار في تمازج في هذا المشروع، لأنه إحنا اليوم ما امتازت به حركة حماس إن أنت لا تتكلم عن حركة محلية يعني بس موجودة في فلسطين ولا بس موجودة، يعني أنت اليوم بتروح فلسطين كلها في المدينة في القرية في المخيم بتشوف في حركة مين؟ حماس. حركة حماس. لهذا لما أبعدوا 410 إلى مرج الزهور اليوم حوالي 400 شخص كان من حركة حماس وفي منهم على رأسهم الشهيد الرنتيسي. نعم. أنت اليوم قسموا الإخوة الخيم عفوا حسب المناطق، يعني مثلا خان يونس غزة، هذا بالنسبة لقطاع غزة، غزة بعدين بتروح عن الضفة الخليل نابلس إلى آخره، بتشوف المجتمع الفلسطيني كله موجود في 400 شخص يعني الموجودين. ومن هنا ومن هنا اليوم يعني أيضا هذه أحد المزايا أنه أنت ما تتكلم عن حركة عفوا محدودة محلية تستطيع اجتثاثها. لا يمكن اجتثاث حركة حماس، لأنه أولا هي ليست موجودة في بقعة معينة من فلسطين، موجودة في كل فلسطين، سواء ترى بالمناسبة بالموضوع التنظيمي يعني كتنظيم وكذا أو كتيار. طيب جوه الحركة فرض حماس هل في الأساس هو التربية اللي بتعتمد عليها تربية دينية إسلامية، يجب أن يكون حافظ قدر من القرآن من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، له رؤية وخلفية دينية أكثر من أي شيء تاني، ويأتي بعد ذلك الأمور الجهادية والأمور التثقيفية العادية أم ماذا؟ يعني هو بالنسبة أنا بدي أحكي لك نقطة، إذا بنتكلم عن الفرد في حركة حماس دائما البيئات الجهادية لا شك أن بيئات متميزة، يعني اليوم أنت مثلا تتكلم في البيئات غير الجهادية، يعني بتكون بيئات إما بيئات مترفة أو بيئات ما فيها عفوا لا حالة نضالية ولا حالة جهادية مختلفة عن البيئات الجهادية. في البيئة الجهادية أنت اليوم تتكلم عن الشجاعة. الميزة في حركة حماس أنا برأيي هو الإبداع، صار إنها نقلت المفاهيم النظرية إلى مفاهيم عملية. فأنت اليوم مثلا بدها تتكلم عن الشجاعة، ممكن ضلك قاعد ببيتك وتتكلم عن الشجاعة، يجي خطيب مثلا يخطب خطبة كاملة ويتكلم عن الشجاعة، بس اليوم الشجاعة وين بتشوفها؟ في الميدان. صحيح. لما بيصير في مواجهة مع الإسرائيلي، وبدأت المواجهة بالمناسبة سلمية شعبية، انتفاضة مثلا انتفاضة الأولى 87، حماس بالمناسبة نشأت مع بدايات الانتفاضة. صحيح. يعني مع الانتفاضة تزامن انطلاقتها مع الانتفاضة. وبالتالي اليوم تتكلم عن الشجاعة، تتكلم عن التضحية، بتتكلم عن هذه المفاهيم، انك تقدم نفسك تقدم مالك. طيب في نقطة اخرى وهي ميزة مهمة جدا، اليوم حماس كل قيادات حماس قدموا ابنائهم، اللي ما استشهد اللي ما عنده ابناء استشهدوا، في عنده ابناء انسجنوا او اطاردوا، والأمثلة كثيرة جدا. اليوم الناس تتكلم عن مثلا الأخ خليل الحية انه استشهد ابنه. صحيح. اللي هو قصف منزله. نعم. حمزة مثلا وزوجته وكذا، تجد انه له ابن اخر اسمه أسامة الابن الأكبر، عفوا المرة هاي أسامة اللي استشهد، المرة الماضية قبل عدة سنوات حمزة، تروح على الدكتور محمود الزهار استشهد له ابنين، خالد الأكبر وبعدين حسام، بتروح على الأخ مروان أبو راس ابنه الأكبر عاصم، بتروح على عبد الفتاح دخان استشهد ابنه ابن دار فرحات الحركة عبد الفتاح طبعا أحد مؤسسي الحركة، بتروح على عبد الفتاح دخان طبعا حكينا عنه، في وقيادات حماس نفسها، أيوة الشيخ محمد طه، أبو أيمن، الشيخ أحمد نمر. يعني أنت أنا لا أريد يعني بديش أغفل بعض القيادات، يعني
فاليوم قدموا خيرة أبنائهم. إم نضال فرحات عفوا ثلاثة إم الشهداء ثلاثة أبناء استشهدوا في القتال مع العدو ومع الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وصلاح شحادة كلهم استشهدوا في الميدان. فأنا برأيي هذه هي التربية. سر تمسك الحركة من الداخل هي أن في عدو واضح هو العدو الإسرائيلي وفي حالة جهادية لا تسمح بفكرة الانشقاقات والصراعات التي تحدث عادة داخل الجماعات وخصوصا الجماعات الإسلامية منها. طبعا هاي واحدة أنه في وجود عدو صهيوني واحد. اثنين أنه ترى حركة حماس لا هي حركة منفلتة يعني بمعنى قلت عبارة عن تيار وبيحتضن اتجاهات مختلفة وكذا، لا ليست كذلك، لكنه في نفس الوقت مش تنظيم بالتعبير اللي كانوا يستخدمه اليساريين او الشيوعيين التنظيم ستاليني يعني يعني اللي بيحكي كلمة عم بفصلوه او اللي بيعبر عن رأيه او كذا. وبالتالي اليوم حماس اضافة الى انه فكرها وسطي فالفكر الوسطي دائما هو فكر قدرته على الجذب برأيي اكبر من الفكر. بس انتم مش حركة مفتوحة للجميع احسب ذلك طبعا يعني انتم مش حركة مفتوحة للجميع طبعا بس انا بدي احكي لك نقطة يعني وانا لا يمكن الحديث عن الأرقام يعني إذا أنا بدي أحكي لك أعضاء حركة حماس في قطاع غزة أعضاء حركة حماس في الضفة الغربية رجالا ونساء أرقام لا يمكن أحد أن يصدقها بمعنى أنه حالة الاستقطاب والتجنيد والجذب كبيرة جدا غير لا تتخيلها. طبعا هذا الـ يعني أفهم أن في إقبال من قبل الشباب الفلسطيني على الانضمام لحركة المقاومة الإسلامية بشكل لا تتخيله كبير بشكل كبير وكل معركة قاعدين ندخلها تزيد بعد ذلك الشعب طبعا يعني أنا بدي أحكي لك إحنا لو مثلا حماس بتفتح باب العضوية بتيجي بتعلن برا ولا جوة هتلاقي عشرات الألاف من الشباب إيه تقدموا بديش أقولها كميات الألاف. ليش؟ لأنه دائما أجيال الشباب بدها نموذج يعني تعجب فيه نموذج القوة نموذج الكرامة. لما أنت بتشوف عفوا قيادات مثلا مفرطة لا تقاتل عفوا صحيح. فيها يعني خنوع فيها خضوع هذا النموذج لا يمكن. أنا لفت نظري في الحركة للحقيقة أنتم قليل التحدث عن مش عايز أقول عن الدين لكن يعني دائما مش بتقولوا اللي احنا شفنا رؤى الفلانية ان احنا هننتصر في اللحظة الفلانية وربنا ناصر لينا مثل هذه الكلام بتقولوا، لكن دائما بتقدموا واقع على الأرض يعني بتقدموا أعمال على الأرض أكثر منها أقوال بأن انتوا لا ربنا ناصركم في كل الأحوال لأن انتوا حركة دينية وحركة يعني جذورها إسلامية ودينية فأنتم منصرون ولكم رؤى وإلى آخر. بتتكلموش عن كده لكن بتترجموا ده على الأرض. أعتقد أنتم مختلفين شوية عن بعض الحركات الإسلامية حتى منها الحقيقة حركة جماعة الإخوان المسلمين في مثل هذا في مثل هذه الأمور. إيه الجديد؟ ليه يعني أنتم رحتوا المنحة ده؟ نعم أنا يعني أفعالكم أكثر كثير من أقوالكم. أنا بدي أحكي لك أولا أنا برأيي أنه الخطاب الإسلامي الحركي لازم يتطور. أحد الإبداعات أنا برأيي أنه حركة حماس سوت حالة تجديد في الإطار الإسلامي الحركي وحتى الإخواني. التجديد في كل شيء يعني بالمقاومة هي قبلت بلاء حسنا وأظن الناس قاعدة بتشوف في المجال الأمني يعني وأنا هون بتكلم الناس قاعدة كلها بتتكلم عن إنجازات العسكرية لكن في إنجازات أمنية بمعنى اليوم في قطاع غزة كل الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية لم تستطع أن تصل إلى أي قيادة أو كادر في حركة حماس. صحيح كل قيادات حماس الآن يعني ربنا يحفظكم خصوصا هذه المرة للحقيقة أيوة متوالية مرة لا ما هو هذا دليل على أنه بتتطور الحالة الأمنية يعني ما أنت بتستفيد يعني بالتأكيد حماس في حرب 2008-2009 غيرها ب 2012 صحيح. غيرها ب 2014 يعني في استفادة من الأخطاء والثغرات وفي تطور طبيعي نتيجة أيضا الإمكانيات واكتساب الخبرات. فهذا مثل إنجاز الأمني ليش ما الناس بتتوقف عنده يعني أقصد الناس كلها رايحة بس للإنجاز العسكري وهو إنجاز مقدر وعظيم جدا. ففي هناك أيضا مسألة أمنية إذن في تطور أيضا في الموضوع السياسي. إحنا مبكرا دخلنا في تحالفات سياسية وأنا بذكر في بعض الناس يعني لما دخلنا في تحالفات في تحالف اسمه الفصائل العشرة مثلا اللي كان في دمشق مبكرا هذا الكلام ببداية التسعين ورغم أن الفصائل أيوة الأخرى فصائل منها اليسارية والشيوعية يعني قبل حوالي 25 سنة صحيح. أيضا في علاقاتنا إحنا كنا بنحكي وهذا اللي بنقوله الآن بالنسبة للنظام المصري الحالي في يوم من الأيام إحنا كانت لنا علاقة مع النظام الليبي اللي كان على رأسه القذافي وفي عندنا علاقة مع النظام السوري
وعندنا علاقة مع النظام المصري وعندنا علاقاتنا، لأنه كنا ندرك بأنه أنت عندك قضية اسمها قضية فلسطين هي الأهم. إذا بدك أنت بدك يعني عفوا الأولوية الآن أني أنا بتجمع كل الطاقات والجهود باتجاه فلسطين. إذا اليوم أنا بدي أصير أقيم النظم أنه هذا ديمقراطي وهذا مش ديمقراطي وهذا عفوا إسلامي وهذا مش إسلامي، لن أجد نظاما واحدا عفوا يوقف معي. صحيح. اثنين أنه يا أخي أنا لا أستطيع أن أكون في ظل أنه في دول قطرية الآن، في دولة اسمها الدولة القطرية الحديثة. صحيح. وتقسمت العالم العربي وكذا، لا أستطيع أن أكون بديلا عن الشعوب. يعني بمعنى الشعب المصري هو بيتعامل مع نظامه، بغيره بغيروش، بيقبل فيه بيقبلوش، الشعب السوري الشعب العراقي. يعني حركة حماس ليست بديلا عن حركات الشعوب. صحيح. كل شعب له إيه، هو يحدد طريقة التعامل مع إيه، مع النظام. نحن ولهذا إحنا كنا واضحين حتى عندما نشأت الثورات العربية إنه كان الإطار اللي حكينا إنه إحنا مع الحريات، مع الديمقراطية، مع حق الشعوب في أن تقول رأيها وأن تقول كلمتها. بهاي المبادئ أنا لا أستطيع إلا أن أكون منحازا للشعوب، لكن مش أنا اللي بروح بغير النظم سلما ولا حربا، ولا أنا اللي بحدد يعني إنه هاي النظم تتغير ولا ما تتغيرش. هذا ليست مهمتي. المؤسف إنه صار الموقف مش لأنه ترى حماس تدخلت في الشؤون الداخلية، لا، كان مطلوبا من حماس أن تصطف إلى جانب النظم. صحيح. هاي المشكلة، والناس فيهم غلط إنه أنا يعني في يعني إنه حماس تدخلت أو انحازت لطرف أو لا لا لا، دي مفهومة. لكن أنا عايز بس في نقطة، مرجعيتكم الإسلامية هل بتحول بين أن يخرج منكم قائد قائد شعبي على مستوى الأمة؟ عفوا يعني فتح خرجت عرفات كان كاريزما وله يعني حضور واصبحت شعبيته حتى خارج فلسطين في مصر، جمال عبد الناصر بشكل او باخر. نعم. هل فكره الخلفيه الاسلاميه بعض الاحيان بتحول بخروج تولد قائد لعدد اكبر من الشعوب، يعني تتلقى الناس بشكل ارحب ام لا؟ يعني انا بدي افرق بين مسالتين. يعني الآن إحنا لما نحكي على الطائفية مثلا، أنا بفرق بين التدين والطائفية. اليوم القائد، أي قائد موجود في أي بلد وكذا، بغض معزل عن هويته الإسلامية، هويته الإسلامية لا ينبغي أن تكون عائقا دون أن يكون قائد للأمة. وأنا هون بدي أضرب مثل بالنسبة لإحنا لحركة حماس ولا فلسطين. الشيخ أحمد ياسين كان قائدا وطنيا، واليوم في قطاع غزة الشيخ أحمد ياسين ما استمد مكانته، ويعني مكانته الرفيعة وإلى آخره وكذا وكذا، لأنه كان قائد في حركة حماس أو مؤسس حركة حماس. هو استمد أنه كان مرجع للناس، مرجع اجتماعي. المرأة عندما تختلف مع زوجها كانت تيجي للشيخ أحمد ياسين، العائلات كانوا بيجي للشيخ أحمد ياسين، كانت كلمته مقدرة إلى آخره. اليوم الأخ خالد مشعل، الأخ إسماعيل هنية، لا تستطيع أن تتكلم، بالعكس في عدد كبير، حتى الدكتور عبد العزيز الرنتيسي رحمه الله. أنا بتكلم إنه هؤلاء جميعهم كانوا مشاريع إنه يعني قادة للأمة أو للشعب، بديش أقول إذا مش للأمة للشعب. لكنه بالتأكيد في فرق لما إحنا بنيجي على مفصل إنه اليوم عشان تصير قائد اليوم في الدولة الحديثة أو في الكيان الحديث بيصير في انتخابات، وبيصير في عفوا يعني اليوم الفرز الانتخابي إنجاز التعبير هو الطريق، صندوق الاقتراع. صحيح. هو الذي يقدم أنه هذا الرجال قائد ولا مش قائد. لكنه أنا ما بعتقد أنه إحنا بنعاني من هالقصة، يعني أنه نعاني بمعنى أنه يكون في قادة يمكن أن يكونوا قادة وطنيين أو قادة للأمة. الحقيقة الشيخ راشد الغنوشي في تونس أعتقد أنه ابتدى يعني يتحول أكثر لفكرة القائد اللي هو يلم حوله، حتى يعني من غير التوجهات الإسلامية. أنا أقصد يعني أنا كنت أقصد، لكن في النهاية إحنا فضل لنا أقل من دقيقتين. تعتقد التجربة الحمسوية ما الذي أضافته للحركة الإسلامية عموما، أو ما الذي قدمته تقول للحركة الإسلامية نحن قدمنا خذي منا مثل هذه الأمور من وجهة نظر؟ أنا برأيي أن التجربة الحماسية تشكلت وتشكل رافعة لكل الحركات الإسلامية.
بغض النظر يعني بغض النظر عن أي علاقات تنظيمية، وأنا بتكلمش عن الحركة الإسلامية الإخوانية، أنا بتكلم كل حركة إسلامية وتحديدا الإسلام الوسطي إنجاز التعبير، لأنه اليوم في اعتزاز كامل بتجربة حماس عند كل الإسلاميين، كل الحركات الإسلامية. طبعا في حركات غير إسلامية بمعنى حركات وطنية أو غيرها أيضا تعتز بحركة حماس. فاليوم تجربة حركة حماس تجربة تثير الإعجاب، تثير يعني هي شكلت نموذج، نحن نرى هذا النموذج، وبالتالي أنا بعتقد أنه هذا شيء مهم جدا، أنه اليوم حماس قاعدة بتقدم نموذج المفاهيم تطرحها الحركات الإسلامية يتم تسويقها أو يمكن تسويقها عبر تجربة حماس. يعني مثال اليوم هاي الحرب إيش أهميتها؟ أهميتها أنه ثقافة المقاومة أثبتت أنه ممكن تغير في المعادلات. يعني هم بيحاولوا دائما يقولون يا عمي العمل العسكري أو المقاومة العسكرية ما بيجيب نتيجة، اللي بيجيب نتيجة إيه؟ المفاوضات، هيك التجربة. ودائما بيجيب بيربط لك بين المقاومة والدمار وإنه هاي المقاومة كذا. اليوم حركة حماس بتقدم نموذجين سريعاً. أيوة. إنه إحنا المواجهة مع العدو الصهيوني كويس، إنه هاي البوصلة كويس، العدو الصهيوني واحد، وأن المقاومة قادرة على هزيمته. لهذا اليوم بتكلموا الناس يعني عن أرقام كبيرة غير الأقارب. طيب أنا أضيف معك إن حالة الإبداع ومع العدو الصهيوني، بس الإبداع ممكن تكون لها أشكال تانية بشكل سلمي طبعا. أنا شاكر لحضرتك لكن الوقت انتهى. أعتقد إن شاء الله كل الحديث بقية يعني. أشكرك شكرا جزيلا السيد محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس. شكرا جزيلا سيد نزال. كما أشكركم مشاهدينا على طيب متابعتكم لهذه الحلقة من سياسة في دين. دمتم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سياسة في الدين ولا دين في السياسة. اسألوا التاريخ عن عبد الناصر، عن السادات، أين هم الآن؟